الاهلي اللي كان ليهم بصمه في المشوار الافريقي ايضا مع مانويل جوزيه، واعتقد ما حدش يقدر ينساه في 6-1، لكن كان له بصماته الافريقيه الكبيره في سان داونز وكايزر تشيفز. كابتن خالد بيبو، كابتن خالد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، انا سعيد جدا انا موجود معاكم، واحس ان المكالمه دي اتاخرت قوي، كان لازم ابقى عامل مكالمه معاكم حبيبي واستاذي طبعا اسمع سعد القيعي واستاذ ابراهيم، انا يعني بحبكم جدا وسعيد جدا ان انا اكون ضيف على الهواء معاكم في برنامج اللي مصر كلها بتتابعه والاهلاويه كلها بيحبوه بيعشقوه. يعني ربنا ابرز نجوم اللقاءات الافريقيه وما نجيبش صاحب الارقام القياسيه في انت جبت كام جون في البطولتين يا خالد يا كابتن خالد؟ انا البطوله دي جبت حوالي 11 جون والله. طبعا يعني ايه، طبعا انا بالنسبه لي الثلاث اهداف بتوع النهائي دول ليهم مزاج خاص، يعني البطوله صحيح. دي الحمد لله انا كنت يعني الهداف الفريق فيها وجبت جوان صعبه جدا، وكانت الامور بالنسبه لنا يعني كانت مهمه جدا في البطوله دي. انا يعني بعتز قوي بالثلاث اهداف بتوع النهائي، لان الحمد لله يعتبر رقم كويس ان انا جبت ثلاث اهداف في مباراه نهائيه وسط جمهور النادي الاهلي، اللي انا من خلال المكالمه دي بقول للعيبه النادي الاهلي دي فرصه، كل واحد بيجيله فرصه ما تضيعهاش، تفضل ده جون عبقري اهو قدامنا اهو. ايه العبقريه دي؟ ايه العبقريه دي؟ دي بقول لك ايه، انت مش جاهز ولا اخبارك ايه؟ انا بفكر والله بفكر. لا 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 بجد، بس هي عبقريه وليد صلاح دي صراحه، يعني صحيح صحيح، اللي انا بقول دايما عليه ان هو عنده اربع عيون صحيح، اللي بتفتقد الكره المصريه بشكل خاص في الفتره الحاليه، لان وليد من يعني اللعيبه اللي يتمناها اي فريق واي مدرب في الدنيا. صحيح. اللعيب اللي بيلاعب الفرقه كلها وما بيدورش على نفسه طول الوقت، وليد كان ممكن يبقى قد كده 10 مرات، بس كان دايما بيفكر في كل الفرقه، فعشان كده وليد بالنسبه لي انا شخصيا كان واحد من يعني واحد من امتع الناس اللي انا لعبت معاهم في حياتي. دي حاجه مهمه جدا، طبعا الاهداف زي ما يعني زي قدام الحمد لله يعني ربنا كرمني واداني حاجه يفضل جمهور النادي الاهلي كله يفتكرها، عشان كده بقول للعيبه النادي الاهلي انتوا وصلتوا يعني لاصعب مرحله، المرحله دي محتاجه شديد جدا، محتاجه ان انت تفكر بشكل كبير، ان جمهور النادي الاهلي يعني اللي بيقف معاه ما بينساهوش. صحيح. ما بينساهوش، جمهور النادي الاهلي ما بينساش كل يعني اي حاجه بتعملها جوه النادي الاهلي، وانت موجود دلوقتي وحاطط بند النادي الاهلي على صدرك لازم تبقى عارف ان انت شايل مسؤوليه كبيره جدا 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 جدا، انت قاعد دلوقتي في المعسكر وعندك مباراه بكره والناس كلها بتحلم بالمباراه دي والناس كلها بتتخيلها، فلازم تبقى عارف وتفكر كويس قوي ان جمهور الاهلي كمان يستحق ان انت ما ينفعش لحظه صهيانه في الماتش تركيز 90 دقيقه، ما ينفعش، لازم يستحق منك التركيز ده، يستحق منك ان انت يعني زي ما بيقولوا ايه تقفل كل حاجه في حياتك ال 24 ساعه دول لغايه اما يعني تبسط الجمهور ده، ان فعلا الجمهور ده يعني يستاهل ان كل لعيبه النادي الاهلي دلوقتي يعني يبقوا مركزين، وكمان النقطه المهمه جدا ان الجمهور ده فعلا فعلا هو رقم واحد في النادي الاهلي. انا هقول لك حاجه، بص يا خالد والنبي وانت معانا، دي رسالة لكل الناس وللعيبة ولكل الحياة، دي لقطات اتصورت لجماهير الأهلي وهي نايمة قدام استاد اسكندرية قبل التذاكر بيوم، يعني باتوا الليلة في الشارع واخدين معاهم بطاطين واخدين بطاطين عشان مستنيين فتح منافذ توزيع التذاكر. صحيح. يعني يا ريت يا شوارب مزيد من الصور، لأنه ده زي ما خالد قال ده القوة الحقيقية للنادي الأهلي، بصوا تضحية الناس وتعبها، ده العنصر النبيل قوي في كرة القدم. مؤكد مؤكد. الناس ديت نايمة في الشارع عشان تدفع فلوس. دي المتعة. متعة، متعة لعيبة النادي الأهلي وبعدهم الجمهور ده. جمهور النادي الأهلي ده هو طعم الكرة الحقيقي. هو الجايزة اللي أنت بتاخدها وهتفضل معاك طول العمر. أنا بطل كرة بقالي 10 سنين.
ايوه لازم الناس تبقى بتفكر في الكلام ده كويس جدا. يعني الناس بتقابلك في الشارع يعني، بص انا عايز اقول نقطه بس يا ريت الناس تفهمها واللعيبه تفهمها. ايوه الناس بتحب لعيب الكوره عشان هو لعب في النادي الاهلي، ايوه مش عشان هو لعيب كويس بالظبط. مر عليه مر عليه كتير جدا، ايوه ومصر مر عليها لعيبه كتير جدا. انما في الاخر اللي بيسيل اسم النادي الاهلي هو بيزيد من مستواه 150%. فلازم تبقى الناس عارفه وفاهمه هي بتحبك عشان انت بتلعب باسم النادي الاهلي، مش بتحبك عشان انت لعيب كويس. بالظبط كويسين كتير، انما انت عشان بتلعب باسم النادي الاهلي فالناس دي سايلاك جوه عينيها وحطاك في قلبك. انا هقول لك سر بقى، على الكلام ده هقول لك سر. ليله ماتش كايزر تشيفز كنا عازمين الجهاز الفني والبعثه الرسميه يعني على العشاء في احد يعني المراكب النهريه او المطاعم النهريه. جت قعدتي جنب المدرب التركي اسمه أورتيجال، محسن أورتيجال، محسن أورتيجال. فبتكلم معاه عن المباراه، قال لي اسمع انا اللي مش هينايمني النهارده لعيب واحد بس في النادي الاهلي. مين يا عم؟ قال لي اللعيب اللي اسمه بيبو. خالد بيبو. قال لي اللعيب ده لو عندي، كان قلبه حاسس. والله بيقول لي اللعيب ده لو عندي انا كنت لعبته بطريقه تانية، وكنت ابقى نازل وحاطط في بطني ما معناه بطيخه صيفي. فانت نزلت جبت جولين في ال، انا جبت جول الاولاني وعملت الجول الثاني لحسام، وحسام غالي الكرة اللي حطها بهيت دي كان جول حلو جدا يعني. بس يعني انت كنت بتقتل القتل اللذيذ قوي يعني بسلاسه شديده وسهل الممتنع. ده ماتش الزمالك السوبر هاتريك ده، بص كورته عامله ازاي. كورته تبلك مش ممكن يعني، الراجل ده بيلعب القتل اللذيذ بيحطها يعني بعينيه يعني بيشاور لها. انا كان عندي حمايه جمهور النادي الاهلي. كنت بلعب وانا مطمئن. صحيح. واللي حمايته جمهور النادي الاهلي لازم يلعب وهو مطمئن، لازم. ايه الكلام الكبير ده يا بيبو؟ صحيح. لازم عنده ثقه في نفسه وعنده ثقه في امكانيات، ما يتهزش مهما الناس تحاول تهز بيك وتوقع فيك وتهمد بيك، اوعى تهمد، انت معاك جمهور بياكل الزلط. وتاريخك اهو بيتكتب بدليل اللي احنا شايفينه دلوقتي منك. عليها يا باشمهندس. بقول لك انت لما جيت معانا في اليابان لما جيت كاعلامي بقى، مانو جوسيه خلاك انهارت في العياط. هي كانت فتره صعبه، ده كان يوم مش طبيعي. فيا رب تيجي معانا تاني. ده انا قعدت فتره طويله، انا الامارات بقى ساكت فيه. انا معاكم بس خدوني معاكم. قعدت كتير بعديها يا رب نروح ان شاء الله على حسابنا يعني. يا رب والله كانت التجربه بالنسبه لي كانت مهمه جدا. وبص انا عايز اقول لك حاجه، اللي يرتبط باسمه باسم النادي الاهلي ده لازم يبقى عارف ان ربنا انعمه بنعم كبيره جدا. انا خلي بالك ما بقولش الكلام ده نفاق ولا رياء، الناس عارفاني كويس جدا. دي نعمه كبيره قوي وجودك في النادي الاهلي، نعمه اوعى تضيعها باي حاجه في الدنيا. مفيش اي حاجه في الدنيا هتعوضك عن ان الناس دي تحبك وعن ان انت تبقى واحد من نجوم النادي الاهلي او واحد من اللي مشوا جنب النادي الاهلي. الجماهير شفت الصوره، الناس بتموت نفسها صحيح عشان بتحب النادي. النادي مش بتاخد اي حاجه، ده هتدفع فلوس ونايمه طول الليل عشان تشجعك تاني في الشارع. الجمهور واخد بطاطين في عز التلج في الشارع يعني طبعا في اسكندريه. يا رب لا تخزل. طب قول لي يا خالد كده، وانا الحقيقه بستمتع بتحليلاتك لانه قد كده انت ووليد صلاح بالذات لما بتحللوا بالاحساس بتاع الملعب وكانه انتوا لسه لابسين الفانيلا والشورت، ده الجمهور اللي نايم في الشارع الحقيقه. شايف مباراه بكره ازاي؟ بعين خالد بيبو. لا بص احنا يعني الحمد لله طول عمرنا مهما كان الظروف يعني معانا او ضدنا، احنا في المباريات الكبيره بصراحه بتلاقي لعيبه النادي الاهلي كلها ابطال. ايوه. كل فتره من الفترات بتلاقي واحد نجمه طالع. ودي ميزه النادي الاهلي. بص ما هي مالهاش حزبه، انت ما تعرفش الحزبه دي جت منين. مين اللي طلع؟ تلاقي وليد سليمان دلوقتي، انا لسه شايف انت الارقام بتاعته، ارقام ممتازه، وهو فايق جدا وفي احسن حاله بالنسبه له،
ودي رساله لكل الناس يا جماعه، مش بالسن، بالاداء وبالعطاء. بالظبط. النادي الاهلي عنده ميزات كويسه جدا، ولازم يشتغل عليها بكره، ولازم بكره النادي الاهلي يشتغل على ميزه مهمه جدا هو بيقدر يعملها، ولما بيعملها النادي الاهلي بيفوق، هي الضغط. 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 لو النادي الاهلي عمل الضغط. والله انت قلت كلمه سحريه، الماتش اللي الاهلي بيتقن الضغط الجماعي والتوقيت السليم، الماتش بالنسبه له بيبقى سهل. بتفرق جدا مع النادي الاهلي طول عمر، ان احنا بنقول ان اتعلمنا وتربينا ان اي فرقه بتلعبك في اول ربع ساعه اللي ما تخططش يبقى انت خسرت الماتش. ايوه. اي فرقه بتلعب في اول ربع ساعه او نمره واحد في اساليب الخطه دي في الخصم هي الضغط. الحمد لله احنا عندنا لعيبه تقدر تعمل الكلام ده لانه عندهم سرعات في الناحيه الاماميه، اقدر لو خطفت وضغطت بشكل كويس اقدر ان انا اخلص المباراه من البدايه. ان شاء الله يا بيبو نفرح ونتبادل التهاني بعد المباراه ان شاء الله. ان شاء الله. وتبقى المداخله الجايه تقول لنا اسباب الفوز ايه باذن الله. يا رب ان شاء الله. فرصه لل 11 اللي هيلعبوا بكره، انت بتحفر اسمك في قلوب الاهلاويه ما تضيعهاش. دي وصيه غاليه جدا من نجم حفر اسمه في وجدان كل الاهلاويه الحياه، ومحدش هينسى خالد بيبو باهدافه باخلاقه بانتمائه بوفائه بقيمه بيبو الاهلاويه الكبيره. شكرا جزيلا يا كابتن خالد.